يقدر الحجم الساعي لمادة اللغة العربية 11 ساعة في الأسبوع لسنتين الأولى وثانية ابتدائي وسبع ساعات وثلاثين دقيقة بالنسبة للسنة الثالثة والخامسة ابتدائي وست ساعات ونصف بالسنة الرابعة. كما تم تخصيص حجم ساعي لمدة 3 ساعات بالنسبة للغة الأمازيغية لسنتين الرابعة والخامسة ابتدائي، أيضا 3 ساعات بالنسبة للفرنسية للسنوات الثالثة والرابعة ابتدائي و3 ساعات ونصف بالنسبة للسنة الخامسة. اللغة الإنجليزية الحجم الساعي لها فقط تم تحديدها بساعة ونصف لمستوى السنة الثالثة والرابعة ابتدائي. أما بالنسبة لمادة الرياضيات فهي قدر الحجم الساعي لكل المستويات ب4 ساعات ونصف إضافة إلى مادة التربية التكنولوجية الذي حدد بساعة ونصف بالنسبة لكل المستويات في الطور الابتدائي، وهو نفس الأمر بالنسبة لمادة التربية الإسلامية. أما التربية البدنية والتربية الفنية موسيقى زائد رسم فقد تم تخصيص 45 دقيقة في المستويات الخمس، فيما تم تخصيص نفس الحجم بالنسبة لمادة التاريخ والجغرافيا للسنة الثالثة ابتدائي والساعة ونصف في السنوات الرابعة والخامسة ابتدائي. وفيما يخص التربية البدنية فقد تم تخصيص ساعة لكل مستوى في الأسبوع الواحد.